استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سلطان البهرة مفضل سيف الدين والوفد المرافق، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالة الملك المفدى أيده الله بسلطان البهرة وأشاد بجهوده الطيبة في تعزيز قيم التعايش والمحبة والتسامح الديني والتكافل الاجتماعي ونبذ التعصب والتشدد، معربا جلالته عن تقديره لإسهامات طائفة البهرة لخدمة المجتمع البحريني ودورهم في مسيرة النهضة الحضارية في مملكة البحرين، وذلك عبر سنوات طويلة، مؤكدا رعاه الله أن جهودهم تحظى بكل التقدير والاحترام من قبل الجميع، وأن ما يجمع البهرة وأهل البحرين له تاريخ طويل من المحبة والتكاتف. وأعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله عن اعتزازه بما تمتلكه البحرين من تاريخ عريق يشهد بأنها نموذج رائد على المستوى العالمي في التآخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والطوائف، في ظل حرصها الدائم على مد جسور التواصل مع كافة الحضارات والثقافات، وأن للبحرين خطوات هامة في مجال الحوار بين الأديان وخدمة الإنسانية وتعزيز حرية الانتماءات الدينية والفكرية، وما توفره من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية انطلاقا من التزامها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى تطبيق مبادئ الاعتدال والوسطية وقبول الآخر ونبذ كل أشكال التطرف والغلو. من جانبه تقدم سلطان البهرة بوافر الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله على ما تحظى به طائفة البهرة في مملكة البحرين من تقدير واهتمام منذ سنوات طويلة، مشيدا بالرعاية الكريمة من جلالته لأبناء طائفة البهرة في البحرين، وأشاد بما تتمتع به البحرين من حرية دينية تكفل ممارسة كافة الشعائر دون تمييز في مجتمع متحاب ومتنوع ثقافيا ودينيا، منوها بوعي شعبها الذي يرحب بالجميع منذ القدم انطلاقا من عاداته وتقاليده العربية الأصيلة.